إذا أنا أبغي أشتري جهاز تقني، كان جوال أو كان لابتوب أو بي سي، شلون أنجح؟ ما صار النجاح في شراء يعني جهاز يعني بكم أتوافق فيه يعني؟ للأسف غالب الأشخاص الذين يريدون شراء أي جهاز مباشرة ينظرون إلى الماركة، إلى الشركة التي تصنع هذا الجهاز، في حين لو أخذنا هذا الجهاز مثل اللابتوب أي شركة من الشركات، لو فتحت هذا الجهاز ستجد أن البروسيس من شركة، والهارد ديسك من شركة، وكذلك يعني جميع القطع من شركات أخرى. لذلك يجب عليك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما نوع المعالج؟ نوع المعالج هو القلب للجهاز، كل ما كان المعالج أفضل كل ما كانت قدرات الجهاز أفضل. عندنا i3 i5 i7 والآن نزلت i9، لذلك لا يقل أفضل خيار لك إذا كنت تريد جهاز يستمر معك فترة طويلة لا يقل عن i5. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حجم الرام، الراندوم اكسس ميموري او ما يسمى بالذاكره العشوائيه؟ لابد ان يكون ما يقل خاصه في الوقت الحالي عن 2 جيجا بايت الى 4 جيجا بايت. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما حجم الهارد ديسك؟ ويفضل في الفترة الحالية لأن أصبحت حجم الملفات كبيرة والبرامج كبيرة أنا لا يقل عن 2 تيرا بايت، خاصة إذا أراد الشخص أن يستمر معه فترة طويلة. وهناك أسئلة أخرى، ثلاث أسئلة أخرى، مثل أحيانا حجم الشاشة، أحيانا سرعة الجهاز، لكن هذه الثلاثة أسئلة أرى أنها أهم سؤال. هذا بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر. لدينا كذلك أحيانا أجهزة الكاميرا. أجهزة الكاميرا تتوفر فيها مواصفات للأسف أغلب الناس الآن يشترون أجهزة الكاميرا بناء على أيضا الماركة، لكن هناك ميزات. مثلا أصبح الكاميرات الآن، أتكلم مثلا عن الفيديو، أصبح الكاميرات الآن فيها هارد ديسك داخلي بدل أن يكون لديك ذاكرة داخلية. الهارد ديسك الداخلي أنت تتكلم عن 500 جيجا بايت، تتكلم عن 1 تيرا بايت. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الفرق بين العدسة التقريب البصري والتقريب الإلكتروني. التقريب البصري هو تقريب يعني نقي ودقيق عن طريق الهاردوير، لكن التقريب البصري عفوا التقريب الإلكتروني يقرب لك إلكترونيا فيكسر الصورة أحيان. هذا سؤال آخر. المخارج، أحيانا أنت شخص تريد أن تبث محاضرة مثلا وتشتري كاميرا تتفاجأ لا يوجد بها مخرج مثلا فيديو أو لا يوجد مخرج صوت أو كذا، ماذا تريد من الكاميرا؟ تقرر بعدها ما تريد شراءه. يعني هذه بعض الميزات اللي لابد أن أبو عمر